مشاركة في ندوة الإجماع الوطني مرؤوسا في إشارة إلى رفضها أن يكون الأفافاس هو القائد لهذه المبادرة. من جهته هاجم الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بالقاسم ساحلي هاجم مبادرة الانتقال الديمقراطي بحجة طعنها في شرعية المؤسسات. زعيم الأفلان يخرج بإسطوانة جديدة، فبعدما وضع عمار سعدان شرعية الرئيس خطا أحمر أمام قادة الأفافاس للمشاركة في ندوة الإجماع الوطني المنشود، ها هو اليوم يفرض شروطا أخرى عنوانها الرئيس: لا يمكن لحزب الأغلبية أن يكون المرؤوس، في خرجة منتظرة تحمل رسالة واضحة مفادها السلطة هي التي تريد قيادة المشاورات. صاحب الأغلبية لا يقبل أن يكون مرؤوسا في مبادرة وطنية. الحاجة الثالثة هو أن حزبنا لا يلتقي أبدا إلا مع الأحزاب، ولا يلتقي مع الأشخاص ومع الجمعيات ومع ذلك نحن نشجع كل المبادرات الوطنية التي تهدف إلى إجماع وطني وإلى ضم الصفوف وإلى. هو كلام جاء يحمل شروطا أقل ما توصف بالتعجيزية، ومن وراء ظهر الأفافاس بعد الاجتماع الذي جمع الجبهتين قبل أكثر من شهرين في لقاء تشاوري مع شريك الموالاة التحالف الوطني الجمهوري، لقاء قصف فيه أيضا ساحل أنصار الانتقال الديمقراطية بحجة السعي وراء زعزعة أمن واستقرار البلاد والانقلاب على الشرعية. رفضنا هذه المبادرة تاع التنسيقية للعديد من التناقضات اللي مطروحة داخل هذه المبادرة، لأنها بنيت على الإقصاء والاحتكار، والأخطر من هذا هو كذلك انزلاق بعض المسؤولين تاع هذه المبادرة إلى الخطاب نسميوه أقل ما يمكن أن نقول عليه أنه خطاب لا مسؤول. عندما نستمع إلى رئيس حزب معتمد في هذه التنسيقية يصف رئيس الجمهورية بأخطر رجل على البلاد، هذا الشيء ما يمكنش نتقبلوه. ما يهم من تسمي نفسها التنسيقية هو الرئاسيات وكرسي الرئاسة فقط. نحن ما نبحث عليه هو نبحث عن معارضة بناءة لا هدامة، نبحث على معارضة تقدم البدائل لا تقدم الحجج والعراقيل. التغير المفاجئ في درجة المواقف للحزب العتيد وتحرك الأفلان المتزايد مع حلفاء السلطة يعكس حسب الكثيرين مساع النظام لركوب موجة قيادة مبادرة الإجماع الوطنية، مبادرة يبدو أنها ستضع الأفافاس على المحك. فبعدما سقطت كل أوراقه بمقاطعة أهم شركاء المعارضة والفاعلين السياسيين الندوة المنتظرة أواخر الشهر الجاري، ورقة أخرى مهمة داخل بيت السلطة ستسقط لا محالة بعد شروط سعدان التعجيزية التي ستضع الأفافاس أمام الأمر الواقع. تنطلق غدا